العمال الطيران العربي المغرب سعيدين اليوم لإطلاق خطوط داخلية جديدة انطلاقا من مدينة مراكش. سيتم ربط مدينة مراكش بمدينة طنجة بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، وأيضا سيتم ربط مدينة مراكش بمدينة الدخلة بمعدل 3 رحلات في الأسبوع. سيتم تسيير هذه الخطوط أيام الأربعاء والجمعة والأحد بالطائرات من نوع إيرباص A320 وبسعة 174 المقعد. إضافة إلى هذه الخطوط سيتم زيادة ورفع عدد الرحلات بين مراكش وفاس إلى 4 رحلات في الأسبوع نظرا لنجاح الخط السابق. إضافة إلى هذه الخطوط الداخلية سيتم إطلاق خط دولي جديد يربط مدينة مراكش بمدينة فيينا النمسا بمعدل رحلتين في الأسبوع. تم تفعيل هذه الخطوط الداخلية بشراكة ما بين جهة مراكش وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وأيضا خط مراكش الداخلة بشراكة مع جهة الداخلة.